السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية. هذا الباث بوينت تبع شهر يوليو، تمام، 30 يوليو من 20 جون حتى 30 يوليو. هي تحليل السوق كلياته كامل مع نقاط الفورك بوينت. طبعا فيك تحصل على نسخة من خلال قناتي العامة اللي هي ECTI Data Analysis Solution، بس انتبه، تمام، هذا البرنامج عليه حقوق نشر، يعني إذا نشرته بدون إذني راح تتعرض لموضوع الكوبي رايت، تمام، فهي لاستخدامك الشخصي فقط، ليس حتى أنت التاجر فيها أو حتى أنت تروح تبيعها في إعادة بيع لها، تمام. فهي النقطة في منها إصدارين، الإصدار المجاني هو عبارة عن صورة، الإصدار الثاني نشرناه بالقناة الخاصة هي لداعمين البرنامج والسبونسر تبعه أو المشتركين على المدفوع. فهي نسخة موجودة على السيرفر ونسخة تفاعلية، يعني مثل ما انك شايف هلا عم تحمل لوحة التحكم، طبعا شايف تفاعلية، بتأشر على تواريخ، بيطلع لك تواريخ، بتزيح الشارت، بتصغره، بتكبره، بتشوف انت اللي بدك اياه، تمام. عندك هناك عندك ازرار التحكم، مثلا اذا عملت هون فيك تشتغل بهذا الشارت لوحده، تمام. فهي لوحة تفاعلية، ما هي صورة، تمام، فيك تشوف انت الدنيا تبعك كلها شو هي. مثلا وين في هون، هاي هون عندك مثلا نقطة الماكسيموم، هون إذا كملت صعود العملات الرقمية هي نقطة الماكسيموم، العملات البديلة الالت كوين ممكن يكون شارتها هون، ففي لها طريقة قراءة معينة. فعندك شارتين، هذا هو الشيء المتوقع يصير في العملات الرقمية بشهر يوليو. فيعني حابب يحصل على هذا الإصدار التفاعلي في يشترك في قناتي الخاصة، تمام، وبيحصل على اللينك في كل الأمور هي، تمام، وفيها لوحة تفاعلية معك. طبعا هذا اسم المنتج باث بوينت، عليه كوبي رايت مسجلينه بالولايات المتحدة الأمريكية، فشان بعدين ما حدا ينسب المنتج له، ونحفظ حقوق الملكية تبعنا على النت في حال أي واحد فكر أنه ينشر بدون إذننا، ففينا نلاحقه قانونيا بالدولة اللي مقيم فيها من خلال الاي بي ادرس تبعه. فهذا فقط الترخيص تبعه، انا مرخصه للاستخدام الشخصي for personal use only. اذا عندك commercial use او انت صاحب قناة نشرته عندك ووصلني انه انت نشرته عندي، فرح عندك رح تتعرض للملاحقة بسبب الكوبي رايت، لانه ما هي ضمن اللايسنس انا ذكرتها بهذا الفيديو. ففيك تفوت تنضم لقناتي العامة اللي هي هي ترابط في الوصف، هي لا هي قناة خاصة، تمام، هي قناتي، تمام، ECTI Data Analysis Solution. فأنت تحصل على الصورة هي المجانية، بدك الإصدار التفاعلي فأنت مضطر أنه أنت تشترك في القناة الخاصة تبعي. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق شباب، ولا تنسوا له من دعائكم. فيكم تفوتوا، هذا تقريبا هو المنحنى البياني تبع شهر السبعة للعملات الرقمية، تمام. في له طريقة طبعا تشتغل عليها، انه انت هون طالع من نقطة فورك بوينت، فالعملة تبعك اما حتلحق هذا الشارت او حتلحق هذا الشارت، ففي نقطة معينة بس لتوقف عندها حتكمل تلحق هذا الشارت هيك للأخير، حتى نقطة الفورك بوينت حتكون من هون لهون. ففي له طريقة معينة للاستخدام مشروحة على القناة الخاصة تبعي في حال انت اشتركت بالداشبورد التفاعلي، تمام شباب. طبعا احنا ما نشرنا على سيرفر عام بسبب انه حاليا هي الاستضافة الهوستنج ما هي تبعنا، هي تبع شركة معينة، فنحن مستعيرين منها مثل ما تقول استعارة شركة تابلو، بحيث انه عندي عدد زيارات محدودة، فما فيني افتحه على البابليك. عندي تقريبا بالشهر بس يمكن ما بيتجاوز 500 زيارة، فالموضوع حصري جدا لغاية ما احنا نخلص الانفراستراكشر تبعنا او البنية التحتية تبعنا بالشركة، لحتى نقدر نخاطب
السيرفر الأساسي تبعنا من خلال السيرفر الفرعي، بعدين نحمل عليه الداشبورد. طبعا هذا ما هو المنتج النهائي، هذا فقط لحتى نمشي أمورنا من هون لحتى يخلص المنتج بشكل نهائي. طبعا مثل ما قلنا في عندك شارت الإصدار الثاني تبعه هذا المدفوع، عندك شارت تفاعلي فيك تشوف التواريخ بتبقى وكيف العملة تبعك بدها تمشي. فكل هاي الأمور سواء أنت بدك تتبع المجاني فعندك الصورة موجودة على القناة على العامة، وبدك تفوت بدك لوحة تفاعلية مثل هاي تحرك مؤشر الماوس تحرك التواريخ معك تعرف النقاط. يعني مثلا أنت عندك مسار هون أوكي، بس النقاط هي النقاط المهمة اللي عليها لونه مثلا مثل هاي لونه برتقالي هاي لونه برتقالي، أما بيناتهم هو توقع للاتجاه. تمام تمام، فواضحة الأمور شو هي. فبالنهاية أتمنى للجميع التوفيق شباب، وتحياتي للجميع.